كانوا منظمين ماتش واحنا صغيرين، كان وقتها كان ماسكنا كابتن بدر رجب في ميتا اوبا في نادي الزمالك، فكسبنا 6-1، انا جبت منهم جونين بس. كان ماتش حلو يعني، انا الشريط لسه عندي في البيت. مباراة المباراة الشريط لسه عندي في البيت. حتى عمر جابر كان بيلعب في الزمالك وقتها. كنت تلعبوا كام بقى؟ كان كنا بنلعب خمسة وجون. خمسة وجون في السن ده 8 سنين. والنني كان بيلعب معانا في الفريق، وعمرو بركات ومحمد زكريا. بس يعني الناس اللي لسه بتلعب دلوقتي عمرو بركات والنني. والنني. دي كانت مباراة في الناشئين في الزمالك في 6-1. كانت مباراة في ميت عقبة، كسبنا فيها 6-1. 6-1 حرصت انت هدفين هدفين وقتها. اه طيب نروح بقى لفترة